اهلا بكم. الترشح للانتخابات الرئاسيه حق كفله الدستور والقانون لكل مواطن مصري، تتوافر بشأنه شروط الترشح لضمان كفاءة وأهلية من يتولى هذا المنصب الرفيع. فطبقا للماده 141 من الدستور يشترط في من يترشح رئيسا للجمهوريه ان يكون مصريا من ابوين مصريين والا يكون قد حمل او اي من والديه او زوجه. جنسيه دوله اخرى حددت ايضا الماده 141 من الدستور شروط الترشح لرئاسه الجمهوريه ان يكون متمتعا بحقوقه المدنيه والسياسيه وان يكون قد ادى الخدمه العسكريه او اعفي منها قانونا والا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنه ميلاديه. أما المادة 142 من الدستور فتشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها قانون مباشره الحقوق السياسيه حدد الفئات المحرومه من حق الانتخاب والتصويت في الانتخابات الرئاسيه او في اي انتخابات اخرى سواء برلمانيه او محليه او استفتاء فنصت على حرمان مؤقت للمحجور عليه وذلك خلال مده الحجر والمصاب ايضا باضطراب نفسي او عقلي كما نص القانون على حرمان لمده ست سنوات لمن صدر بحقه وضده حكم نهائي لارتكابه جريمه التهرب من اداء الضريبه او صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمه مخله بالشرف او بالامانه. رئيس جمهوريه مصر العربيه هو راس الدوله المنتخب وكل من يرى نفسه مؤهلا لخوض هذا السباق فعليه أن يكتاز تلك الشروط أولا خاصة مع تعهد الهيئة الوطنية للانتخابات بأن تكفل لرغيب الترشح في الانتخابات الرئاسية إعمال هذا الحق كاملا متى توافرت فيهم شروط الترشح